باب الأمان. باب الأمان، الأمانة جيث مثلا يسعى ثلاثة شروط. الشرط مزوارو ألا يكون في عقده ضرر على المسلمين. أري لقارا أذف كيون لمان إوايض ماشي ذي نسلم ميلا أديوي المضرة إين سلم. وقي الشرط مزوارو. الشرط والسين أن يكون عقده من مسلم عاقل مختار يون ذي نسلم أما ذي القزمة سمطوث إسان العقل وبالاختيار ماشي بالإكراه. الشرط والثلاثة نند العلماء تحدد مدته أو تطلق تكون مطلقة، لأن العلماء ديننا 10 سنوات، ولكن ابن القيم رحمه الله يسقر الشوك والآراء الفقهاء يبض الرأي الصحيح الرأي الأرجح الراجح يناد لا تهم المدة مهما كانت المدة. لكن يعقد الأمانة قيث مثلا شغلة ما كنت قضيت العناية يون ما يرد العناية أوري لقارة أنرز العناية ينس. طبعا بوين ذاكي ابن حجر يبيد احاديث من هذه الاحاديث ينات حديث علي بن ابي طالب ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم، وحديث اخر لابن ماجه ينات ويجير عليهم اقصاهم، وحديث في الصحيحين حديث ام هاني في البخاري ومسلم ينس قد اجرنا من اجرتي ذاك صمتوث في كد العنايه ينس ولا شو قرزنا وليس نكوني من غالبي ما رجع دي ثنغا جماعة الخير النف إلا وندا ثلوفا ثمتو ثدر العناية ينسى تفرو ثلوف ثني بين ضحكني مغارا في مجال الصلح شمند أث الخير ما إلا ثمتو ثيرد العناية ولو كان ذي الاقتلي قدر سمحتي وتسيليرا تصار وتسيليرا تصار معنتها العناية نغلق دار الأمانة كي عقد الأمان يسعى آزار غير الشرع سيدي ربي. يفيد يعني هذا الحديث جواز الأمان ونفوذ هذا الأمان يعني نفاذه سواء كان عاما من إمام إما ذي الإمام ذي الحاكم يهدي فكن أو خاصا من أمير أو من مسلم من المسلمين أو من أحد أفراد الرعية إلا أن يكون فيه ضرر على المسلمين. ما ديو المضرة خطير ند الشروط، فإن كان فيه ضرر فلا يصح عقده لأن الواجب مراعاة مصلحة المسلمين. باش هذا نفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولاش تمثلتك جاء جميع المسائل اللي تهمنا في حياتنا في السلم والحرب وفي كل وقت يوصاد في اللسنت بأحاديث صحيحة.